حياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة. اليوم راح أتكلم عن المهن، وجميل أنه كلنا نحمل في داخلنا مهنة خاصة حنا نحبها. اليوم راح أتعرف أكثر مع موضوع حلقتنا عن المهن مع الحاضرين معانا، ونتعرف عليهم. تعرف عليك، حياك الله. لميس لمار لمار أيام فواز الشلاحي. أه؟ أيام فواز الشلاحي. ونعم فارس طارق. ونعم والله دان الشلاحي. حياكم الله اليوم معانا في صغار الساعة، وراح أتكلم عن المهن. إيش المهن اللي تحبونها؟ وإيش المهن اللي بدكم تتكلمون عنها؟ دكتورة. دكتور ليش طيب؟ عشان أمي وأبوي دكتور. ما شاء الله، أمك وأبوك كلهم دكاترة؟ إيه. ما شاء الله، يعني الوالدة دكتورة وأمك دكتور وأبوك إيه؟ دكتور؟ ما شاء الله. وتبي تصير دكتورة أنت؟ إيش دكتورة؟ بدري. إيش تبغى تصير؟ أي دكتورة أنت؟ والله ما أدري. أسنان، أطفال، إيش تبين؟ إسعاف. وأنت يا عسل؟ في عندي مهنتين. وش المهنتين؟ اني اكون دكتورة اسنان او رسامة. رسامة حلو، معك رسمات صح؟ وين نشوف الرسمات حقتك؟ هذيك اللي قلت لك هذيك المرة ونسيتها، ورسمت واحدة جديدة. يلا خلنا نشوف الرسمة. الله على صغار الساعة. شوف كتبت هذه. شوف الرسمة هذه الحلوة ما شاء الله. شوف حنا وياكم هذه الرسمة الجميلة، وحاطة صغار ستار. الله، المذيع فهد. يا سلام، حلوة الرسمة. من كيان فواز مطيري انتي؟ نعم والله. يا ليان اسمك؟ ليان فواز مطيري. نعم يا ليان، هذه الرسمة بنخليها عندنا في الاستوديو موجودة معلقة. الله يعطيكم العافية. طيب، المهن كثيرة صح؟ ممكن واحد يقول أنا أبغى أصير دكتورة وأبغى أصير، عشان نوصل للمهنة اللي احنا نحتاجها، شو واجب علينا نسوي؟ في واجبات عشان احنا نسويها ونوصل للمهنة اللي نحتاجها، مثل الدراسة بعدين. الدراسة بعدين؟ بعدين نشتغل. حلو، وانت؟ نفسها. يا سلام، طاعة الله ثم طاعة الوالدين، وعلشان ربي يوفقنا لازم يكون عندنا إنجاز، نقرأ ونكتب ونهتم في تفاصيل الدراسة صح؟ خلنا نشوف احنا وياكم فقرة أخبار صغار ستار ونرجع لكم. احنا صغار وصرنا ستار، نطلع دايم في الأخبار، والعالم كله شايفنا، احنا الأطفال الشطار. يا استاذ فهد، ورحب فيك انت ضيوفك، ومرحبا فيكم مشاهدينا في فقرة اخبار صغار ستار. معاكم انا ديما العجلان. رح نبدا بالخبر الاول. احمد طفل سعودي يثير اعجاب الاعلام الامريكي بعد ما تبرع لاخيه الصغير بالنخاع في احدى مستشفيات الامريكية، وكافئوه على هذا العمل الانساني. الله يكثر من أمثاله، وهذا يعني شيء مرة يعني حلو وزين، ولازم كل واحد يمر بنفس موقفه يفكر بنفس الشيء. الخبر الثاني، اشتهرت الطفلة كيت بفنها بالرغم من أنها مريضة بعث نمو العضل، مع أن هي ما تقدر تمشي أو ترفع يدها، مع أن رسمها زي كذا، والله إنها فنانة. وكانت هذه آخر أخبارنا لهذا اليوم. معكم أنا ديما العجلان، نشوفكم في حلقة ثانية. على السلامة. حياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم من جديد. نروح الفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل نكمل معكم. حياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم من جديد. معانا اليوم ولمان الطريقي، احد المبدعين في مجال السباق والحاصل على افضل رياضي في المدرسه. نرحب فيه احنا وياكم ونقول يا مرحبا، حياك الله يا ولمان، منورنا اليوم ما شاء الله انت والجوائز اللي ماخذها، هذا شيء يشرف. وبدايه نبغى نعرف كيف انطلقت وكيف كانت البدايه. الحمد لله، كنت انا امشي، وطبعا جاء من التويتر جو طلبوني الحمد لله، وقالوا احنا طلبوني قالوا تعال ان عندك مجال انك تجي وتسوي لنا مشي بالعالمي والماراثون. اني وبدعت اني جبت بتصنيع فريستيجو، طلبتني الشركه فريستيجو او الليجو الشركه العالميه. أيوة. اني اسوي ريبورتات اصنعها. ممتاز. اصنع ريبورتات من البرمجه، من حول اللابتوب توصل السلك
وأنت تأمره من أشياء هو يسوي مهمات بسيطة. ممتاز. مثل هو يقدر يصب لك الماية والأشياء هذه مهمات بسيطة. يعني خذيت فيها الثاني على المملكة. ما شاء الله. والحين برضو عندك مشاركات في الممشى صح؟ العالمي والمشي والماراثون وسباق الجري الثالث وماراثون الجري الأول لمدارس التربية النموذجية. فهذه حدثنا عن هذه الأشياء اللي أخذتها والجوائز. هذه الأشياء طبعا كنت أنا جاء عندي الأستاذ وجاء قال لي أول ما أنا أبيك تشارك معنا بالبطولة، وقلت ما في شيء، ما في إشكال أشارك. حلو. لسه كانت أول مسابقة لي، الحمد لله جبت فيها الثاني. أول مسابقة لي جبت فيها الثاني على المملكة، وكان ثاني مسابقة لي جبت المركز الأول على الرياض، وحققت بطولات كثيرة الحمد لله. ممتاز. طيب أنت الحين ما شاء الله عندك الجري وعندك كمان صناعة الريبورت صح؟ نعم. يعني وش اللي دائما تجدها أكثر واللي تتحمس لها أكثر؟ يعني فرق هنا بين الرياضة وفرق هنا بين التفكير والاندماج مع كيف انك تبرمج وتشتغل. اقدر اقول لك كلنا نفس الشيء. كلنا نفس الشيء كويس. طيب بس الاقرب لك وش هي؟ ريبورت. طيب اخذت عليها المركز الاول انت صح؟ الاول على المملكه، رحنا تصفيات مصر. كيف تعلمتها؟ تعلمت زي ما قلت لك، انتشرت صورتي على تويتر، جو طلبوني إدارة حقت الموهبين، طلبوني قال احنا نبيك تدخل منتخب الستيم. ووافقت. ممتاز. ولما تعلمت قعدت عليها اشهر، تعلمت على تكنولوجيا الريبوتس. حلو. ممتاز، يعطيك العافيه. وهذه الشهادات اللي اخذتها تعلمني بس الشهاده هذه ايش؟ هذه الشهاده شاركت فيها بالمشي العالمي، اخذت فيها الخامس. هذه هي. ممتاز. وهذه؟ هذه شهادة من شركة الفريس ليجو أو شركة دورة المياه أو الليجو، خذيت فيها على السعودية المركز الثاني الحمد لله وفزت. ممتاز. وهذه؟ في عندك هاي شكر تقدير للي مشاركت في مسابقة العالم الفريس ليجو، حصلت على المركز الثاني على مستوى الرياض بقيم الأساسية للريبوت. ممتاز. وهذه؟ هذه شكر تقدير خذيتها من دارس التربية النموذجية، يعني خذيت على افضل رياضي من المدرسه. ممتاز. حلو، يعطيك العافيه. والمان الحين انت ما شاء الله ايش ناوي ان شاء الله في المستقبل باذن الله تصير؟ ان شاء الله اوصل اتطور اكثر. ايه ان شاء الله اصير عالم كبير. ان شاء الله باذن الله اشوفك نجم مميز في المجال اللي تحبه. وشكرا لك على هالابداع، وان شاء الله نشوفك جاي معنا مره ثانيه بانجاز جديد وعظيم ان شاء الله. تتكلم عنه باشياء كثيره، نروح انا وياكم نشوف لقاءات صغار ستار ونرجع لكم. اسأل حقك وانسى الخوف، جاوب يلا لا تتردد، عالكرسي انت مكشوف. مرحبا، انا نورة العمر في فقرة لقاءات نورة، واليوم راح نسأل الأطفال ايش اكثر شيء تخافون منه ويعني تنفجعون مرة. في ناس يخافون من الظلام، في ناس يخافون من الصرصور. ناس يخافون من الصرصور. أنا عندي فوبيا من الصراصير، لو أشوف صرصور بعد 100 متر أخاف. وشو أخاف مرة. ويعني راح نسألهم ونشوف أجوبتهم. تعالي معنا نروح نشوف. طبعاً اليوم معروفة صديقتنا، ما يحتاج نسأل أنا اسمها وكذا، بس راح نسأل للناس اللي ما يعرفونها. ليندا المالكي هي مقدمة فقرة المطبخ، شوفوها ها صديقتي هذه. طيب أول شيء يلا الحين راح نبدأ. شو اسمك؟ ليندا المالكي. عنود العبد الوهاب. عنود العبد الوهاب. سارة. كم عمرك؟ 9 سنوات. 7.5. 4.5. 8. 8. عمرك 8؟ 8. 8. صف كم؟ رابع ابتدائي. كبرك. ثانية. كجيتو؟ أولى. ايش أكثر شيء تخافين منه كذا تخافي مرة؟ عندي فوبيا، تعرفين اللي كذا في الجدار اللي كذا سحرية. لا. أنا أخاف مرة من السحرية. لا مو من هذا، يعني من دواعي. أنا شفت الجدار
وصعب بيدك أو بالشوك كذا يطلع صوت. قشعريرة. إيه. من الحوش. والله. وحش وحش وحش. أي وحش. وحش. ما تخافين من الظلام؟ لا. بس الوحش. شوفي شوفي وحش وحش وحش. شوفي وحش. شوفي وحش. زومبي. زومبي. اوكي يا زومبيات. زومبي. تعال في هنا واحدة تحبكم مرة. شوفي والله هناك قاعدين يتجهزون. زومبيز تعالوا تعالي هنا واحدة مرة تحبكم مرة. ما تبينهم؟ شو 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 شو. أخاف من الصرصار. كل مرة دعست على الصرصار. أنا مرة أنا كنت وش صار فيك؟ أنا كنت بدخل يعني كنت بدخل غرفتنا تونا جاي من السفر. جيت أنا دخلت وما انتبهت كنت على طول أبي أغير لأن كان عندنا عزيمة خلاص. وفجأة أدعس على الصرصور برجلي ماني لابسة أي شيء. أنا مرة كنت برا كانت تمطر كذا قريب مرة كانت تمطر. يوم أمطرت أنا من اليوم قاعدة يعني قاعدة أنظف أساعد يعني ولا أشوف صرصور وأنا حافية فأحس بكيوت. فجأة كذا يطلع أجنحته فجأة يطلع أجنحته. أنا مدري أروح يمين أروح يسار أروح سيدة أطير معه مدري والله خايفة. قلت شفتي وحش؟ لا. ليش تخافي منه؟ عشان شكله يخوف. ليش تخافي منهم؟ بس حياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم. فاصل ورجع لكم بعد الفاصل. حياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم في فقرة أزياء صغار ستار. تحبوا الأزياء؟ تحبين يوم من الأيام تلبسين أشكال وألوان كذا؟ مش بعد؟ أكشخ. وأنت يا عسل؟ أتكشخ ألبس ألوان أشكال. وأنت؟ أنا يعني أحب البناطيل والبلايز بس تيشيرتات والقمصان. شوف حنا وياكم فقرة أزياء ستار ستار ونرجع لكم. أنت النجم وهالكاميرات بتصور كل الحركات تضحك ويلة تفكر ويلة تكتب بعض العبارات. مرحبا جات لكم اليوم بلوك جديد وحلقة جديدة لك اليوم مرة 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 صافي. أول شيء اخترت نوديكيت جينز يكون في حركة يعني ألوان من هنا وكمان في كلام من وراء. اخترت لك اليوم إنه يكون يعني التيشيرت أبيض بأبيض وفي أسود وكمان في حركة من هنا إنه إذا فتحته يعني يطلع في ألوان يعني راح يكون أسهل لكم إن تختارون معه أي شوز يناسبه. والتنورة اخترت ان تكون مكسرة كمان فيها وايت وسيلفر والشوز حقي كان ابيض برضو مع سيلفر. بما انه لبسي كله ابيض حبيت اكسره بجينز. الجينز اللي خلاني اختاره عن الباقي انه في الوان من هنا وكمان في كلام من ورا. الحين راح احكي لكم عن الاكسسوارز اللي انا لبستها. لبس اخترت حلق انه يكون شوية كبير عشان يعطي شكل للوك. والنيكلس اللي انا لبستها اخترت انها تكون مره ماسكه يعني يكون فيها الوان وحركه ما اعطيتها. ولبست اساور اكثر من واحده عشان تعطي شكل. ولبست خاتم سيلفر ولبست خناخل. وان شاء الله تكونون حبيتوا هذا اللايك واستفدتوا منه واعطيتكم ستيبس مره تفيدكم. يلا خذ لك طعم اللايك. باي باي. We'll be right back.
حياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم من جديد. فقره تطوير الذات، تطوير الذات، احنا لما نهتم بتطوير ذاتنا يصير عندنا فكر عالي، يصير عندنا معلومات كثيره، صح؟ خلونا نتعرف على تطوير الذات مع فقره صغار ستار في تطوير الذات ونرجع لكم. نزل هالنظاره وشوف، اسال حقك وانسى الخوف، جاوب يلا لا تتردد، على الكرسي انت مكشوف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم صالح الصامتي، واليوم معكم حلقه جديده من تطوير الذات. اليوم راح احكيكم عن موضوع مهم مره، عن المدرسه ومشاكل المدرسه. الطلاب ونمر في مشاكل كثيرة في المدرسة، كل طفل عنده مشكلة غير الثاني. أنا بقول لكم بعض المشاكل اللي تصير في المدرسة، كيف حنا نحلها ونتصرف أو ما تصير معانا. في كثير من الأطفال ما يحبون يروحوا المدرسة عشان المواقف اللي تصير معاهم. أول ما الطفل يبدأ يدخل المدرسة يأخذ روتين جديد ويبدأ حياة جديدة غير المتعود عليها في المنزل. عشان كذا نكون واثقين في المدرسة ونعرف كيف نتعامل مع المشاكل. من أحد المشاكل تكون عندنا في المدرسة يكون الطفل خجول أو ما يعرف يتصرف، أو كمان ما يكون واثق من نفسه، وهذا الشيء يسبب مشكلة كبيرة في المدرسة. يمكن هو يكون متفوق بس هو خجول إنه يسأل السؤال لأنه خايف من ردة فعل أصدقائه، فهذا شيء غلط لأن الخجل خرب عليه مع أنه هو أصلا متفوق. كمان المشاكل اللي نتعرض لها أو ما ننتقل لمدرسة جديدة ما يكون نعرف أحد فيها أو يكون أصدقاء عندنا، وهذا الشيء خلينا خاجلين وخايفين شوية. إحنا لازم نكون واثقين من نفسنا حتى لو رحنا مدرسة جديدة، ونعرف كيف نتصرف حتى لو ما عندنا أصدقاء. يمكن مع الوقت تتعرف على ناس، تبني صداقات جديدة وتتعود على المدرسة. ومن المشاكل اللي حنا نواجهها في المدرسة، في بعض الطلاب يتعرضون للمشاكل سواء إذا كان عنف الكلام أو كان في الضرب. في كثير منكم ما يعرف كيف يتصرف في هذا الموقف أو إيش ممكن يسوي، هل كفاية يعني يدافع عن نفسه أو كيف يتصرف؟ في البداية إذا كنت أنت واثق من نفسك راح تحل كثير من المشاكل. لازم تعرف إذا تعرضت لهذه المواقف لازم تسوي الأشياء اللي أنا الحين بقول لكم عليها. أول شيء لا ترد الإساءة بالإساءة. إذا واحد غلط عليك أو غلط عليك بالكلام، أنت مفروض أنك ما ترد الإساءة وتكون أحسن منه. أو مثلا واحد اعتدى عليك بالضرب أو بيسوي مشكلة، أنت في هذه الحالة لازم تتصرف معاه طريقة واعية، مثل تروح للمدير أو المكيل عشان هو يتصرف معاه، مثل أنك تروح للمكيل أو المدير عشان هم يتصرفوا معاه طريقة نظامية. في هذه الحالة ما رح يرجع يسوي هذه الحركات مرة ثانية. زي هذه المشكلة وكثير مشاكل كثير عندنا في المدرسة، زي هذه المشكلة وكثير صينا في المدرسة، أنا نصيحتي لكم أن كل واحد مننا يكون يعرف يتصرف في المدرسة. وكمان لازم نخلي أهلنا يكون معانا بكل شيء، نقول لهم كل المواقف اللي صارت معانا في المدرسة عشان هم اللي رح يوقفون معانا ويقولون الشيء الصح. إن شاء الله قدرت أفيدكم اليوم، وأشوفكم بحلقة جديدة، ومع السلامة. حياكم الله ويا أهلا وسهلا فيكم من جديد. فاصل نرجع لكم بعد الفاصل. حياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم. للرياضة فوائد كثيرة، أنا عاد الحين أبغاكم تتكلمون عن الرياضة. تقوي عظام الشخص. تلعب كورة أنت كثير ولا؟ عاد الرياضة مهتمين فيها الشباب أكثر، صح ولا البنات والشباب؟ كلنا على حدة. يا سلام، وأنت إيه؟ أدري. ما تدرين؟ ما تحبين الرياضة؟ لا. نشوف فقرة رياضة صغار ستار ونرجع لكم. رجعت لكم من تاني مع حلقة الرياضة. اليوم راح أعلمكم اليوغا. أول شيء اليوغا مرة سهلة، تقدر تسووه في أي مكان، بس نحتاج شيء واحد، شيء نجلس عليه.
يمكن يكون مات، يمكن يكون كاربت، أي شيء. اليوغا هي تنفع لكل الأعمار، إذا أنت عمركم 3 سنوات أو أكثر تقدروا تلعبوا يوغا. يوغا كويسة للجسم وللعقل. تعرفوا أن اليوغا ترجع التوازن للجسم لأنها تركز على جسمنا وعقلنا، تخلينا نقدر نتحكم في جسمنا أكثر، عشان كذا هي مرة مهمة. تعرفوا أنه النفس عندها علاقة بالذاكرة؟ تعرفوا في رياضة اليوغا نقدر نحسن التنفس؟ بقول لكم الحين كيف نبدأ اليوغا. أول شيء لازم نجلس كذا، ظهركم لازم يكون مستقيم. Breathe in and out. أول شيء راح تاخذوا نفس من خشمكم، طلعوا من فمكم كذا. تعرفوا أن التوازن أهم شيء باليوغا، عشان كذا راح أعلمكم حركة اسمها The Tree Pose. أول شيء لازم تقوموا، بعدين حطوا رجلكم هنا. Focus on one place. إذا you don't focus on one place كذا راح تطيحوا. عشان كذا لازم نناظر نقطة واحدة، مثلا زي الأرض زي كذا. ركزوا معي عشان انتوا تسووها. اول شيء حطوا رجلكم هنا، ناظروا لمكان واحد عشان ما تطيحوا زي كذا. حطوا يدكم كذا شيء كذا. خلصنا، اشوفكم بالحلقه الثانيه عشان اعلمكم اكثر من اليوغا. باي. حياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم من جديد. فقره حكايه صغار ستار، قصص وحكايا. القصص نستفيد منها احنا في اشياء كثيره، من ضمنها المعلومات اللي تفيدنا، صح؟ وايش كمان؟ لما تقرين قصه وتفهمين في القصه معاني كثيره، ايش ممكن احنا نستفيد من القصه؟ في كان في مدرستنا في ريدنج داي، شاركت فيها وخذيت شهاده حقتها. حلو، ممتاز، الله يعطيك العافيه. نروح لفقره حكايه صغار ستار ونرجع لكم. الله يديم عليكم السعادة فين ما كنتم، فين ما صرتوا. اليوم بقول لكم قصة جدا 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 جديدة، وهي عن الحمار الكسول شمس كاسلون. كان يا مكان قديم الزمن، قصة كانت من زمان ما يطوي عن نسيان. كان هناك في رجل كان يبيع في السوق، ولما باع صار عنده فلوس كثيرة لأنه يتاجر. ثم جمع فلوس وقال مازال جمعت هذه الفلوس على قد الحمار، حروح أشتري حمار عشان يشيل البضائع وأنا لا أتعب وأنا أشيلها. ثم اشترى الحمار، كان كل ما يروح يتاجر يأخذ معاه الحمار عشان يحط البضائع، ودائما يعطيهم الأكل اللي يحتاجونه. ويوم جاء رجال وقال للتاجر ممكن تجيب لنا ملح كثير، لأنه هو هذا اللي ناقص في التجارة. قال إذا ملح خلاص دائما 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 أجيب 6. راح يجيب ملح عشان دائما دائما هو الشيء الناقص في السوق الملح. كان الحمار مرة جدا جدا كسول، وكان كل ما حط التاجر 6 أكياس يتعب الحمار وما يمدي يوقف شوي. وفي يوم جاء التاجر وحط فوق ظهر الحمار 8 أكياس من الملح. لما حط الثمن خلاص وقف ما يمدي أصل الحمار ويمشي، رجله تعبانة. وقال عشان كذا حاشيل منك كيسين. شال منه كيسين وصار 6. إلا في يوم شكروه وقال شكرا لأنك جبت الملح. قال العفو. قال بس الحمار. قال ليش في الحمار؟ الحمار كسول نبغاه زيادة. قال خلاص نجيب حمار كثير.
حمار. قال خلاص شكرا. حط 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 زيت على كل حمار، وراح جاب اكثر من حمار وحط على كل ظهر حمار 6 اكياس من الملح، وراحوا الا ما صارت هذا التجاره ممتازه، وصار السوق ممتاز، وصار الناس يجون الين ما صار التاجر غني. وتوتة توتة ست الحتوتة، ان شاء الله عجبتكم القصه. استفدنا من هذه القصه انه احنا ما نكون كسولين، نكون نشيطين، واذا طلبت مننا امه ولا احد كذا طلب منا شيء خلاص نسويه، ما نقول يوم ما عندي نبغى نستريح، لا خلاص خلي واحد ثاني، لا نصير نشيطين. ادخل هاشتاج اطلب قصه من راس او حكايات راس، ان شاء الله تشوفون الحلقه الثانيه عشان نقول لكم قصه ثانيه. باي باي. حياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم من جديد، وصلنا احنا وياكم لنهايه حلقتنا لصغار ستار. حابين تقولون حاجه، تعلقون بشيء في نهايه اللقاء، ايش بتقولين؟ يلا. انا لما بسوي شو ذا؟ يلا سمعوني. ضحك. يلا سمعوني يا يلا. انت معي. يلا. يلا 1 2 3. شكا شكا امي عم شكوكا، شكا شكا شكوكا امي ابو شكوكا. يعطيك العافيه، شكرا لكم، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من صغار ستار. اترككم مع كليب الختام.